مطبخ الحكيم كالمعتاد، والحلقة النهاردة كانت عن الأكل، فلازم المطبخ يبقى مهم جدا. قلنا في المقدمة إن المصريين بيأكلوا قنابل موقوتة، مش عارف إيه رأي الدكتورة نانسي في الكلام ده. أهلا يا نانسي. ازيك دكتورة نانسي عطية، أخصائية التغذية العلاجية، ومعاها كالمعتاد الشيف العظيم حسين الحداد. أهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ هل فعلا إحنا بناكل قنابل؟ ده حقيقي. طب يعني عشان ما بيجرالناش حاجة بنستمر؟ والله هو بيجرالنا واحنا بنقاوح. لا يا دكتور، احنا للأسف نسينا عاداتنا الغذائية الصح. يعني بعدنا قوي عن مطابخ جدودنا. يعني فعلا احنا كان مطبخنا كويس وصحي واحنا اللي بوظناه. احنا كنا اصح مطبخ طبعا. صحيح والله. طبعا احنا كنا اصح مطبخ. كان عاداتنا كلها صح من اول لمه العيله. ناكل والعيله موجوده. انواع الاكل واصنافه، اكل الخضار والغدا العشاء. احنا نسينا كل ده، وللاسف بدانا نتبنى كل ما هو سيء في عادات شعوب مش احنا، يعني تحت مسمى التحضر، تحت مسمى اي كلام. بقى احنا مستعجلين، اصلي ما عنديش حجج بقى. تسمع دايما حجج، ونرجع للاصل تلاقي الاصل هو اللي اتعامل عليه كل يعني احسن هرم غذائي اتعامل عن اللي بيسموه ميديترينيان فود بيراميد، اللي هو حوض البحر الابيض المتوسط. صح. طب احنا الحوض على فكره. احنا واليونان وايطاليا وفرنسا، احنا اكلنا العالم ونسينا اكلنا. وعاداتهم بدايه الـ 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 القاعده العريضه تحت هي لمه العيله والحركه الرياضيه. مش لازم رياضه، انا مش بقول حد حركه المستمره. حركة. يعني انا ساكنه في التالت، اطلع بالاسانسير ليه؟ ما اطلع السلم. رايحه مشوار، مش لازم اركب يا فندم. ده بينزلوا بالاسانسير، يعني يبقى ساكن في تاني دور او تالت دور وينزل. ده حقيقي. طب انا مقدره لو انا عندي مثلا مشكله معينه، غضروف، ظهر، وات ايفر، لكن لو انا الحمد لله بنتكلم على اصحاء، طب ما اطلع وانزل. طيب. مرتين في اليوم على الاقل. اصحاء بقى النهارده هنوريهم. طيب. ياكلوا ازاي بالظبط. يلا النهارده هنعمل الاصحاء شوربه عدس. ودي اصح اكله، ودي مع البرد بقى جميله. وهنعمل لهم مكرونه كمان باللحمه المفرومه. والحمص الشامي. جميل. ده زي الفل طبعا. الوجبات دي كلها نتكلم عليهم واحده واحده، وازاي ندعمهم بحيث نخليهم غذاء كامل ومتكامل. تمام. وحاجات مش غاليه برضو خالص. معقوله. العدس ده طبعا يعني احنا مشهورين بيه، ومش احنا لوحدنا، في دول كتيره. تمام. احنا مشهورين بشوربه العدس الاصفر. يلا شيف عشان بيعملوا شوربه العدس الاصفر قبل ما امشي. يلا دكتور. ومن مزايا شوربه العدس حضرتك حاطط فيها ايه يا شيف النهارده؟ النهارده مكوناتها شوربه العدس حاطط فيها جزر. حلو. وبصل. حلو. وطماطم. ممتاز. وكمون. بطاطسايه ولا قطع بطاطسايه؟ في ناس يحط بطاطس، في ناس تحط بطاطس، وفي ناس لا. انا براجح كمان بطاطس برضه، بس النهارده ما حطش بطاطس. بس حلو. طبعا العدس وجبه هايله جدا، تعتبر من الحبوب الكامله. وكده كده الشوربه بتحط فيها زي ما قلنا كميه خضروات لطيفه جدا. يلا ابدا يا شيف، ابدا عشان الوقت. اللي احب اقوله بقى مع شوربه العدس، عشان اخليها وجبه مش كامله بس كامله ومتكامله بكل انواع البروتينات اللي فيها، ان انا باكل معاها بدايه مع العدس، برفع القيمه الغذائيه للبروتينات بطريقه رهيبه. احنا عندنا الكشري الاصفر بالظبط، بنعمل معاه بضايه او بضايتين. المصريين طول عمرهم اذكياء. يعني الكشري العدس بيكملوا الرز، فبتحطوا على بعض البروتين اللي كان ناقص هنا كمل هنا، والبروتين اللي كان ناقص هنا كمل هنا. طب انا عامله شوربه عدس بس. ما حطيتش فيها رز، ما حطيتش، فاخد بضايه. دي بترفع القيمه الغذائيه جدا جدا جدا. واكله صحيه جدا وخفيفه على المعده. وطبعا الناس بتعاني مثلا، اقول لك بنتفخ او حاجه، قلل قوي البصل او اشيل البصل وحط رشه كمون. انا سمعت ان من يعني من اكثر الوجبات صحه ومن ايام الفراعنه البطاطس بالبيض. طبعا وجبه متكامله، وجبة هايلة. وفيها كل حاجه وعليها رشه زيت زي الفل. خلاص. او حته زبده صغيره وليمون. ما نحطش ليه زبده صغيره؟ احنا بنحط عليها ليمون على فكره. تجنن. ممكن احط زعتر، ممكن احط فلفل اسود، احط حاجه. انت بتعمل ايه يا شيف؟ اشرح لنا. في المكرونه باللحمه المفرومه. ايوه. بتحط لحمه مفرومه وحمص الشام. وحمص الشام تقلبهم في شويه زيت وروزماري. طيب وروزماري دي وجبه هايله. هتحط معاها طماطم ولا لا؟ تعمل غير طماطم. طيب حضرتك عارف لو حطيت عليها طماطم هترفع قيمتها الغذائيه جدا؟ هترفع القيمه الغذائيه جدا. ان الطماطم لما بتتحط على النار بتبقى مكرونه حمراء زي ما الناس متعوده عليها. حتى لو بيضه، هي البيضه طبعا طعمها طعم جدا. بس هي لو هرفع القيمه الغذائيه لازم احط عليها صلصه طماطم. كل شيف
كل شيخ له طريقه بقى، يحط طماطم فريش يا نانسي. ما احنا عايزين نعمل حاجه مش معتاده. ايوه انت بتعمل لنا جديد يعني، تجديد يعني. هو بصراحه الاثنين مفيدين، بس انا وانا بختار نوع صلصه اختار نوع صلصه قليل الملح، او لو حطيت الصلصه بالملح اللي فيها ما زودش ملح تاني على الاكل، لا على اللحمه ولا على المكرونه. انت سلق المكرونه سليق عادي تمام، وهتقلبها بقى مع الايه؟ مع اللحمه. طبعا اضافه الحمص دي كانت اضافه رائعه جدا منك يا شيف بصراحه، لان الحمص يعتبر من البقوليات، البقوليات المفيده جدا ووجبه حلوه. نسبه بروتين على فكره طبعا، نسبه الحمص كل البقوليات فيها نسبه بروتين عاليه جدا. بس الناس رابطه الحمص بحمص الشام بس، لا انا الحمص ممكن اسلقه واضيفه على السلطه. يعني انا يا جماعه دلوقتي معايا مكرونه كربوهيدرات، معايا اللحمه بروتين بالظبط، معايا الحمص برضه بروتين، برضه بروتين يجمع البروتين. معايا الزيوت طبعا فيها اللي حطاها في الاول اللي حمر فيها كده الفات، يبقى انا كده معايا وجبه متكامله جميله طبعا، جنبها طبعا شويه سلطه بس خلاص اتعشت زي ما بيقول بالظبط. والحمص كمان ممكن يتعمل سلطه بطريقه ثانيه، ممكن يتضرب في الخلاط ويبقى زيه زي الطحينه. ما هو كفايه انه بيطبخ، لازم اخليه يتكلم يعني. ده طبعا ده طبعا هيبقى قوام العدسه برده، مش هيبقى يعني يعني القوام بتاعه طبعا مش وحش. العدس ده بتعمل بطرق كتير، انا اكلته من ايد الهنود كمان، انا بموت فيه، بيعملوه بطريقه مختلفه خالص. هو بيعملوه اسمه الدال، العسل عدس الاسود. ايوه بتعمل أيوة. شوربه عدس اسود طعمها يجنن. نعم ايوه طبعا العدس، فطبعا العدس طبعا احنا كده. انا عايز ادوق عدسك ده، لازم ادوقه. شكله حلو، الطباخ الشاطر بيتعرف من العدس، من شوربه العدس. لا هو شكله مغري بصراحه. ما عندكش ليمون؟ شوف الفطيره بقى، عندك ليمون؟ اتفضل. انا عايز بتحب العدس بالليمون؟ بحط الليمون في كل حاجه حتى الملوخيه. الليمون لا مش الدرجه دي، بس هو يعني الناس كلها تحط الليمون على الباميه، انا احطه على الملوخيه. الملوخيه احب المزازه بتاعته، ده طعم. بس هو عامه هو فايده، وجبه كامله. انا اولادي كلهم بيحبوا يمون الليمون على اي على اي اكل، بس الليمون عشان ياخد فايدته ما بيبقاش على السخن. طب ايه البدائل يا شيف للوجبه دي؟ نفس المكرونه ممكن احط معاها ايه يديني نفس الفايده دي؟ يعني نفس ممكن حتت فراخ مثلا، يعني مش نفس بدل اللحمه احط فراخ، بدل اللحمه احط حتت فراخ صغيره، ممكن احط مشروم، ممكن تحط سمك، ممكن مشروم، ممكن سمك طبعا، ممكن السمك بانواعه. عمل لنا يوم وجبه المدرسه، عمل لنا التونه، ممكن السمك الفيليه بعد ما اتعمل في الفرن يتفرفط ويتحط مع وسط المكرونه، وسط المكرونه حط معاها مكرونه بقى. ده راجل شيف ايطالي بقى، ده عنده 100 مكرونه يقدر يعملها. تمام. ما جبت لنا السلطه، بس احنا يعني بنعشق السلطه وياما اتكلمنا على السلطه. احنا ممكن طبعا نعمل مع جنب الحاجات دي خضروات، خيار، جزر، فلفل الوان، وطماطم. ممكن يبقوا خضر كده من غير ما نخلطهم ببعض، يبقوا في طبق كده. حلو. ممكن نحطهم في الفرن. في الفرن طبعا خضار، ممكن يبقى اللي هي مخبوز في الفرن. هي انواع خضار ايه بقى اللي بتخليها الفرن؟ نجيب بحط تقريبا فلفل كل حاجه، فلفل الوان، فلفل الوان، الجزر، كوسه، بتنجان، فلفل الوان، الفلفل الالوان، كل ده يتحط في الفرن. المشروم. طب ايه الفايده يا دكتوره نانسي ان يتحط في الفرن؟ الخضار عشان استفيد منه طبعا، الحاجات اللي ما اقدرش اكلها زي ما هي طازه افضل اعملها بطريقه من الاثنين، يا اما احطها على بخار، يا اما لو هسويها على النار مهريهاش. ايوه تبقى يا دوب استوى، عشان يا اما احطها في قيمتها الغذائيه. في حاجات حلو فيها التسخين الكتير زي الطماطم، وفي حاجات كل ما كان سواها قليل كل ما كانت قيمتها اعلى بالنسبه لي. فطبعا انا احط الخضار في الفرن، ممكن بقى اتبله رشه زيت، احط عليه توابل، احط عليه حاجه من الحاجات دي. انا مش هحمصه يعني، انا مجرد بس اديله بالظبط يعني نبقى نص سوا، لو هسميها اللي هي الدنت يعني، هو بيقرش معايا شويه. طيب تمام، ميرسي جدا دكتوره نانسي عطيه على نصايحك الجميله. واظن الاكل الصحي مفيد وجميل وتعمل بطعم حلو زي ما الشيف حسين عمله لنا، ونقدر نغير ونبطل موضوع القنابل اللي بنحطها بالذات بالليل اللي جبنا سيرتها في مقدمة الحلقة. أنا شاكر جدا لكم يا جماعة، نلتقي دايما في الحكيم في بيتك على خير، ونقدم لكم المطبخ الصحي اللي يغير عاداتنا الغذائية اللي هي أصل أغلب مشاكلنا
واشوفكم دايما انتوا واسركم بالف عافيه.